الجسور تشيد لتسهيل حركة المرور والتنقل، ولمدينة الرقة مع جسورها قصص وحكايات وملاحم تبدأ بجسرها القديم والزمن الطويل الذي قضاه في الخدمة، ولتنتهي بجسرها الجديد وخروجه الكامل عن الخدمة. بين أن جسر الرقة الجديد يعني منشأة يعني فنيا ذات صفة عالية، ليس لدينا الإمكانية الفنية لدراستها. ركزنا جهودنا بالبداية على تأهيل جسر الرقة القديم وأنجزناه الحمد لله رب العالمين، والآن هو بالخدمة. لكن هذا الجسر القديم لا يؤدي إلا نسبة 30% من الخدمة المحتاجينها، يعني الحمولات العالية. دمر جسر الرشيد بشكل شبه كامل، وهو يحتاج للصيانة والحفاظ عليه كمنشأة حيوية هامة لا تعوض في الوقت الراهن، حيث يعتبر من أهم الجسور على نهر الفرات وشريان الوصل بين ضفتي النهر. طبعا جسر الرقة الجديد يعني لتحديد الضرر بشكل دقيق، هو عبارة الجسر من منشأة مؤلفة من أوتاد مغروسة في المياه، ثانيا فوق الأوتاد تجي ركائز، فوق الركائز تجينا بورتيكات اللي هي الجسور المسبقة للإجهاد، بعدها تجي بلاطة الجسر. احنا من أجل دراسة هذا الجسر يحتاج إلى دراسة دقيقة ومعاينة لكل جزء من أجزائه. الجسر الجديد يتحمل عبء تسهيل حركة المرور من مدينة الرقة وإليها، وإصلاحه يعتبر هاجساً ملحاً لأهميته وضرورة تصدره قوائم الأولويات وطرحه للتعاقد في الأجل القريب، وخاصة في ظل ما تشهده مدينة الرقة من تطور كبير في كافة المجالات والأصعدة. طلبنا دراسة فنية لتحديد الضرر، لأنه كل شيء ممكن أنت عندك فتحة مضروبة ولكن بيها بورتيكين أو جسرين أو ثلاث سليمات، فإحنا هذن كلفتنا عالية، ليش لأنكم ممكن نستفيدهن، ممكن نضيف بس الأشياء المضرة. يعني الجسر منشأة ضخمة وتحتاج إلى تقنية عالية ودراسة استشارية قوية، يحددنا الاستشاري وين الأجزاء المضررة، وين الأجزاء نقدر نستفيدها، شلون بدنا نرفع الأشياء الغاطسة بالمي. الجسر القديم بات عاجزا عن استيعاب الحركة المرورية المتزايدة، ومشكلة جسر الرشيد بحاجة لحلول سريعة تنهي معاناة المواطنين. فمتى تنتهي الدراسات والمنغصات والمناقصات ويلتم شمل الضفتين؟